أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى انتصار الجبوري في تصريح لوكالة رويترز أن نواب المحافظات المحررة كانت لديهم أسباب منطقية للمطالبة بتأجيل الانتخابات، حيث أن الظروف الحالية غير مناسبة لإجرائها. كانت أسباب كثيرة حقيقة، خصوصا في مناطقنا، المناطق المدمرة والمناطق المحررة يعني، وأكثر المناطق مدمرة هي محافظة نينوى. كنا نرغب بأن يكون هناك عودة للنازعين، تقديم الخدمات، إعمار المحافظات المدمرة ومنها نينوى، بسط الأمن، وجعل السلاح بيد الدولة، حصر السلاح بيد الدولة، وإجراء الانتخابات الإلكترونية.